هناك بعض التقارير التي ينبغي إنهاؤها وبعض التفاصيل طبعا، وهو سيشرف على عملية الانتقال الثالثة والمنظمة لمايكل بومبيو، والذي سيمر عبر إجراءات المصادقة ويصبح الوزير وزير خارجية السابق. 15 يوما أو نصف يوما أو 16 يوما للأعمال المكتبية، طبعا هذا أمر بين وزارة بين الوزير والبيت الأبيض. لدي سؤال متابعة للسؤال السابق، هل يمكن أن تأخذ أي قرارات خلال هذه الفترة؟ طبعا كل الاجتماعات يمكنه أن يصادق على معلومات محددة. هذا كل هذه المهام يقوم بها نائب وزير الخارجية سوليفان. هل سيكون هنالك أي لقاء بين السيد بومبيو وتيلرسون؟ أعرف أن لديهم خططا للتواصل معا، وأعتقد أنه يتطلع لذلك اللقاء. هل هنالك أي مسؤولين من مكتب بومبيو إلى هنا لمتابعة الأمور؟ نعم، هنالك تواصل بين الموظفين، بين المدير بومبيو وحيث يعمل الآن، واللقاءات مستمرة. ما الذي يتناقشان بشأنه؟ هناك الكثير ما نتحدث عنه، بما في ذلك المرحلة الانتقالية، مسألة موظفين أم قضايا محددة؟ كما تتخيلين أنه في إن حدث أمر كهذا في مجلس الشيوخ، وعندما يأتي شخص جديد فهناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي العمل عليها، الإيجازات والإحاطات وكافة القضايا المتعلقة بالموظفين. إذن كل هذه القضايا يجري مناقشتها وبحثها. مجموعة من الأسئلة عن هذا الموضوع، ثم سأنتقل لقضايا أخرى ذات صلة. أين يعمل الآن مايكل بومبيو؟ في دي سي آي أو مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية، أم سينتقل بعد 31 من مارس؟ لا أستطيع الحديث عن أعماله اليومية في وكالة الاستخبارات المركزية، هذا أمر يخص موظفيه، ولكن يمكن أن نوفر له مكتبا انتقاليا إذا ما أراد ذلك، وهذه إجراءات طبيعية وهذا أمر اعتيادي. هل تعرفين من؟ لا علم لدي بإجراءات المصادقة، ولكن نحن على تواصل مع موظفيه. سؤالي بشأن أسئلة أو رسائل، هل هناك أي أسئلة أخرى بشأن العملية الانتقالية؟ ونعود إلى هذا السؤال. رسائل إلى جون كيلي وجون سوليفان من عضو الكونغرس أنجل إن كومينغز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بشأن تقارير كاشفة عن ضغوطات سياسية من جماعات خارجية ومسؤولين في البيت الأبيض، وأن أيضا منصب كبير موظفي البيت الأبيض لتنظيف البيت إذا ما صح التعبير، والتخلص أو تهميش مسؤولين الذين يتفقون سياسيا مع أجندة ترامب. أقول أننا استلمنا هذه الرسالة من الكونغرس، ووزارة الخارجية تعتبر مثل هذه المخاطبات مهمة جدا وجدية، ونتعامل معها بكل جدية، ونتواصل مع أعضاء الكونغرس الذين يطرحون أسئلة كهذه. وأنا طلعت على هذا الخطاب وهذه الرسالة، ونرد على طلب الكونغرس ولا مزيد من المعلومات من شأن هذا الأمر. إذن هل هنالك حديث عن ضغوطات سياسية خارجية على زملائكم؟ لا، أنا في هذا المنصب لحوالي العام، وأتيح لي المجال للعمل مع كثير من موظفي الخدمة العامة والدبلوماسيين والمتعاقدين هنا في وزارة الخارجية، ووجدت زملائي على قدر عال جدا من المهنية والاحترافية. الموظفون الذين خدموني سنوات طويلة، وجدتهم بعيدون عن السياسة ولا ويعملون على تعزيز السياسة، ومن واقع خبرتي بأن الموظفين يقومون بهذا الأمر بمنتهى الاحترافية، وهذا يشمل الموظفين والدبلوماسيين والمتعاقدين. إذن هل تنظرون إلى بعض هؤلاء بأنهم تعرضوا لضغوطات من جهات خارجية مثل كبير موظفي البيت الأبيض؟ هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الموضوع.
كيف تحضر وزارة الخارجية للاجتماع أو القمة القادمة بين الرئيس ترامب وكيم جونغ يون؟ وهل وزارة الخارجية مشاركة؟ آخر مرة التقيت بكم يوم الخميس، ويوم الخميس الماضي كان اليوم التي التقى بها مسؤولون من جمهورية من كوريا الجنوبية مع الرئيس ومسؤولين، وذكرت أن نائب وزير الخارجية كان حاضرا للاجتماع في البيت الأبيض عندما طرحت تلك الفكرة من قبل الوفد الكوري الجنوبي لعقد قمة مع الطرف الكوري الشمالي. ومنذ ذلك حين وعند عودتي نائب وزير الخارجية سوليفان جمع مجموعة من الموظفين وأحاطهم بما تم مناقشته في ذلك الاجتماع، ولن أكشف التفاصيل، ولكن سوزان تورتون ومارك لامبرت وهو موظف محترم هنا، وأنا دخلت ذلك الاجتماع برفقة مجموعة من الأشخاص، وكان الحديث عن دور وزارة الخارجية. ما أقوله أننا سعدنا بتلقي هذه الدعوة لهذا الاجتماع، وطبعا من دعا إلى تنظيم هذا الاجتماع هو البيت الأبيض، ونحن شاركنا ولدينا كم كبير جدا من الموظفين القادرون على التعامل مع الأمور اللوجستية وكذلك تقديم الدعم في مجال السياسات والإرشادات وخدمات الترجمة وكل ما يمكن توقعه يأتي في معرض التنظيم لمثل هذه القمم. وبعد الاجتماع مع جون سوليفان انتقلنا إلى مكتب نورثن وحضره 20 شخصا، وبدأوا باستلهام الأفكار وإعطاء الأوامر لموظفينا بشأن ما ينبغي القيام به، ولن أتحدث عن تفاصيله، ولكنهم بدأوا العمل للتو فورا عفوا، وكل يعرف دوره ومسؤوليته، وبدأوا التخطيط لذلك من اللحظة التي عاد بها نائب وزير الخارجية بدأ العمل على تحضير القمة. إذا البيت الأبيض مشارك، نعم البيت الأبيض كذلك، نعم هذا أمر لا يمكن أن يتحقق بمجموعة من الأشخاص فقط، هنالك جهات ووكالات وأجهزة أخرى تشارك وهي حضرت ذلك الاجتماع مع وفد الكوري الجنوبي. هل كان هنالك أي رسائل مباشرة من كوريا الشمالية منذ الإعلان عن تلك القمة؟ لا علم لدي، ولا أعتقد أن الأمر كذلك. إذن لم تتلقوا أي رسائل من كوريا الشمالية بشأن أنهم هذا ما تم الاتفاق عليه. كيم جون أون قدم هذه المعلومات للوفد الكوري الجنوبي الذي أطلعنا عليها، ونحن نعتقد بأن الاجتماع والقمة ستتم. إذا لم تسمعوا أي شيء من كيم جون يونغ في الوقت الحالي، أي شيء بشأن كوريا الشمالية؟ وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور السويد وليلتقي بنظيره السويدي، هل هذه خطوة تمهيدية للقمة الأمريكية الكورية الشمالية؟ وهل سوزان تورتون ولمبرغ سيسافران إلى السويد للقاء وزير الخارجية الكوري الشمالي؟ نعم، نحن نعرف أن هنالك اجتماعا عقد بين كوريا الشمالية والسويد، ولا نعتقد بأن ذلك الاجتماع هو ممهد للاجتماع مع الولايات المتحدة، وأنا أحيلكم إلى الحكومة السويدية بشأن تفاصيل ذلك الاجتماع. أنا مشوش بشأن المصداقية التي يمكن أن تخرج بشأن التصريحات التي يمكن أن تخرج من هذا المبنى، سيما عقب إقالة وزير الخارجية وطبعا مع حضور وزير خارجية جديدة. إذا كانت هل يمكن للحكومات الأجنبية أن تأخذ تصريحات تصادر عن هذا المبنى كسياسات، أم كم لها من المصداقية؟ طبعا أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية حضر اجتماعات تتعلق بخطة العمل المشتركة الشاملة، وهو هوك، وطبعا هو يمثل سياسة هذه الإدارة ولا يمثل سياسة
وزارة الخارجية، وطبعا هنا ناقش السلوكيات الخبيثة لإيران لسنوات طويلة، وطبعا الجميع يفهم سلوكيات إيران الخاطئة، وهذا ما ناقشه السفير هوك اليوم في ذلك المبنى. لذلك السياسة العامة للإدارة هي التي تطبق هنا في وزارة الخارجية، وما من تفاوت أو تناقض. أما فيما يتعلق بالدول الأخرى ونظرتها إلى وزارة الخارجية، دعوني أوضح أمرا ما. هذا المبنى وما نقوم به في وزارة الخارجية هو أكبر بكثير من أي فرد أو مسؤول. عدد وزراء الخارجية الذين مروا على وزارة الخارجية عبر القرون الماضية، نحن نعزز القيم والأولويات السياسية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل وزارة الخارجية يستمر ومستمر وفي العالم كله. والآن وطبعا استقالة وزير الخارجية في 31 من مارس لا يعني أن عمل وزارة الخارجية سيتوقف أو يتغير. إذن هل تتوقعون أن يستمر عمل وزارة الخارجية؟ إذن أنت ما نتحدث إعادة التصميم أو ما يسمى مبادرة الأثر، هذه المعلومات سيتم دمجها وتقدم إلى المدير بومبيو، وهو سيبحث فيما إذا كان هنالك نية للاستمرار فيها. فطبعا our computers have just been basically broken. So I would certainly imagine. لذلك. Or they go straight to Moscow. إذن أتصور أو أتخيل أن هذا الأمر سيتم الإبقاء عليه، لكن الخيار في نهاية المطاف في يد بومبيو فيما إذا يريد الاستمرار في مبادرة الأثر أو لا. هنالك تقارير خرجت عن فريق الخبراء المعني بالعقوبات، وهي دراسة استمرت لمدة عام، وأشارت إلى أن العقوبات نجحت، ولكن أشارت إلى أن 200 مليون دولار تم إذا ما صح التعبير حاولت كوريا الشمالية أن تغش بشأنها من خلال استخدام سفن تجارية وغيرها، وتوريد أسلحة لسوريا ومنيمار وغيرها، و وهذا ما وفر عملة صعبة للنظام الكوري الشمالي. كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتفاوض مع هذا النظام وهي تعرف أن هنالك مئات من الملايين من الدولارات تذهب لبرامج الأسلحة وتتجاوز فيها كوريا الشمالية العقوبات؟ نعم، هنالك الكثير من الدول التي تغش، وهذا لا يعني أننا لا نستطيع التعامل معها. طبعا كوريا الشمالية مثلت تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وللعالم، وقامت هذه الإدارة بتصميم حملة الضغط القصوى قبل عام، ونحن متقدمون ونواصل الضغط في تطبيق هذه المبادرة، ونحن نتواصل مع دول بشأن عمال النفط على سبيل المثال. عندما كان مواطنون كوريون الشماليون يعملون في مشاريع إنشاءات في دول، وهذه الأموال بدل من أن تذهب لهؤلاء الأشخاص تذهب إلى النظام الكوري الشمالي، ونحن نعرف أن هذه الأموال تمول برامج صاروخية ونووية غير قانونية، ولذلك نحن نضغط بشأن تطبيق أقصى لحملة الضغط القصوى لدفع النظام الكوري الشمالي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ونحن وصلنا إلى مرحلة ربما تقود إلى مفاوضات، ونعتقد أن هذا مؤشر جيد. هنالك دول أخرى أو إذن دول تعتقد أن بإمكانها أن تفلت بتجاوز العقوبات من خلال الاستعانة بسفن تحمل أعلام دول أخرى في سعيها للحصول على عملة صعبة. إذن هذا أمر يبعث على قلقنا، وهذا يأتي ضمن حملة الضغط القصوى، وكذلك على الأمم المتحدة أن تواصل فرض عقوبات، ونطلب من دول العالم لأن تلتزم بهذه الحملة وتطبق بالكامل العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.
هل هناك أي جهود في الوقت الحالي لملء الشواغر أم تنتظرون سيد بومبيو؟ وهل هناك نية لإعادة النظر لقرار التقاعد للسفير يون؟ طبعا هو اتخذ قراره بشأن استقالته وهو خدم لفترة طويلة، وهنالك أشخاص آخرون خدموا، والاعتقاد بأن السفير يون هو الوحيد القادر على التعامل مع ملف كوريا الشمالية هو أمر خاطئ. هنالك الكثير من المسؤولين الرفيعي المستوى ممن هم مؤهلون وقادرون على التعامل مع هذا الموضوع. وكما ذكرت في الاجتماع في مكتب سوزن، قلت أن هؤلاء الأشخاص مستعدون للخوض في هذه المفاوضات والتعامل مع المفاوضات المرتبطة بكوريا الشمالية. لذلك أنا على ثقة بقدرات موظفين هنا وهم مسؤولون أرفع مستوى من السفير يون. ما أود أن أقوله في مكتب شرق آسيا والباسيفيك، هؤلاء أشخاص مؤهلون وهم أشخاص لا يفضلون الظهور أمام الإعلام. هم يعملون بجد واجتهاد ويركزون على عملهم ويقومون بعملهم ولا ينتظرون إشادة أو إطراء. وسائل الإعلام قد تعتقد أن السفير يون هو الوحيد القادر على التعامل مع ملف كوريا الشمالية، ولكن الأمر عكس ذلك. هل انتهى موضوعه؟ سوزان ثورتون ومارك لامبرت، دعيني أنهي، هم يقومون بتلك المهام. لا إعلانات لدي في الوقت الحالي، وكما تعرفون من المرجح أن يكون هنالك وزير خارجية جديد وهو مايكل المدير بامبيو، وهو من سيختار من سيملأ هذه الشواغر في المستقبل. إذن نحن لا نقول أنه السفير يون يحب الظهور، لا، أنتم طرحتم أسئلة كثيرة وكأن هذا نهاية العالم. لكن إذن هل تعتقدين، هل تظنين يقينا بأنه على خلاف ذلك؟ أنا أقول أن هنالك العديد من المسؤولين ممن تربطهم علاقات بكوريا الشمالية وتفاوضوا مع كوريا الشمالية في الماضي، ربما لا تعرفونهم ولا تعرفون من هم، لكن لدينا مثل هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الأشخاص. فقط سؤال إن كان هنالك أي. كما تعرف السويد هي من ساعدتنا في الماضي في كوريا الشمالية بشأن الرعاية الأمريكيين. هناك 3 رعاية أمريكيين ما زالوا معتقلون بشكل غير شرعي في كوريا الشمالية، وأمني وسلامتي الأمريكيين هي أولوية قصوى بالنسبة إلينا. وعندما أصبح الرئيس الحالي رئيس الولايات المتحدة قال أن هذه ستكون قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة إلي، كوريا الشمالية وأمن وسلامتي الأمريكيين، وكذلك قتال وهزيمة تنظيم الدولة. أعود إلى موضوع الانتقاد، هنالك تفاوت بشأن القضية يوم الثلاثاء التي أثيرت بشأن التنافس بين الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية، وكيف عرف وزير الخارجية عن إقالته ونائب وزير الخارجية أو أحد نواب وزير الخارجية قال أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، ووصله الخبر عن طريق كبير موظفي البيت الأبيض كيلي. هل لا توضحين الأمور وتوفقين بعض هذه الاتصالات هي بين البيت الأبيض ووزير الخارجية؟ وأقول أن وزير الخارجية تلقى اتصالا يوم الجمعة، وما بعد ذلك هناك الكثير من القضايا المهمة التي يمكن أن نناقشها، سكرتير وزير الخارجية سيغادر ولن أتدخل وأتحدث عما جرى من اتصال. هل طلب منه مغادرة والاستقالة بسبب تصريح ذلك؟ إذن هذا يقود إلى قضايا تتعلق بإرثه. هنالك ما يقوله البيت الأبيض وما تقوله وزارة الخارجية هذا ما يمكنني قوله، أن البيت الأبيض وكبير الموظفين كيلي اتصل بوزير الخارجية تيلرسون أثناء زيارته إلى أفريقيا الأسبوع الماضي،
أنتهي هنا. هل الولايات المتحدة ووزارة الخارجية تناقش مع دول حلف شمال الأطلسي بشأن رد موحد إزاء استخدام روسيا لغاز الأعصاب؟ هل ستنضم الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في الحلف في الرد، أم هل ستترك الولايات المتحدة الرد للمملكة المتحدة؟ طبعا حلف شمال الأطلسي أصدر تصريحا باسم الدول 29 الأعضاء بشأن استخدام روسيا للغاز ضد جاسوس في، ونحن تحدثنا بصوت واحد وبرأي واحد، وهنالك تصريح صدر من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، وكان بيانا قويا وسأقرأ بعضه. ورد فيه أننا ندين هذا الاعتداء الذي حدث في سلزبري، ونعبر عن تعاطفنا لهم جميعا وللشرطة وخدمات الطوارئ البريطانية على سرعة استجابتهم. وهذا الغاز الذي طوره الجيش هو الأول الذي يستخدم في أوروبا منذ الحرب العالمية الأولى، ويعد هجوما على سيادة الدولة، وأي عمل مماثل يعد خرقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي. والمملكة المتحدة أحاطت حلفائها ومن بأن روسيا على الأرجح هي المسؤولة عن ذلك الاعتداء. فيما يتعلق بالرد الذي بعد اغتيال، إذا طبعا نحن نتحدث عن تواطؤ روسيا او التزام او امتثال روسيا بشان تعهداتها الخاصه بهذه الاتفاقيه، واستخدام مثل هذا الغاز يعد انتهاكا لامتثالها والتزامها. وانت سالت عن قتل كيم جون أونز الأخ غير الشقيق لأزعيم الكوري الشمالي، ونحن فرضنا عقوبات بعد أسبوع أو أسبوعين. نعم، كانت هنالك فجوة زمنية بين مقتل شقيقه وفرض العقوبات قبل أسبوعين. إذن هذا ما فعلناه في نهاية المطاف، ولن أفصل في ذلك. في الإجازة الأخير بدأتم وكأنكم تتحدثون بنبرة قوية ضد روسيا. هل كان هناك شعور في هذا المبنى بأن وزير الخارجية المستقيل بأن الأمور وصلت إلى مرحلة ستتوقف فيها بالتعاون مع روسيا، أم ستطلبون منهم المزيد؟ هل هذا صحيح وهل سيستمر ذلك؟ لو تابعتم ما تقوم به روسيا في العالم وما قامت فيه في أوكرانيا وما فعلته وتفعله وما زالت تفعله في سوريا، ونحن نتابع دعم حكومة روسية لنظام بشار الأسد ومواصلتها للقصف الجوي للمدنيين السوريين وقتل الرجال والنساء والأطفال وموظفي الإنقاذ الأبرياء. والأسبوع الماضي استضفنا مجموعة من موظفي الإغاثة ومن يسمون ذوي الخوذ البيضاء، ونحن طبعا نثمن ما يقومون به من إنقاذ لحياة السوريين. روسيا مسؤولة لأنها ما زالت تواصل دعمها ووقوفها مع نظام الأسد، ونحن كنا واضحين وكنا صارمين وحازمين تجاه روسيا، وكنا واضحين تجاه تدخلهم في الانتخابات الرئاسية، وتحدثنا بشكل مسهب عن انخراط روسيا في تدخل روسيا عفوا في دول أخرى، وبدأنا نشهد بصمتهم في الانتخابات الفرنسية. وهناك دول أوروبية أبارت عن قلقها بشأن انتخاباتها القادمة، لذلك نحن واعون وملومون بذلك، ونحن حازمون تجاه روسيا وما حدث في المملكة المتحدة يؤكد وقوفنا الحازم مع حلفائنا وتواصلنا مع. إذن عندما تقولين نحن، هل هذا يشمل الرئيس الأمريكي؟ طبعا ربما سمعت الرئيس يتحدث بشكل واضح عن مسؤولية روسيا قبل أيام. أنا كنت في الخارج ولكنني تابعت الرئيس في الساحة الشرقية عندما تحدث ضد، كنا واضحين بشأن مسؤولية روسيا، وكذلك مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي، والجميع تحدثوا بصوت واحد وبرأي واحد بشأن مسؤولية روسيا. ولن نتردد. اسمح لي أن أكمل.
سننتقد روسيا عندما تكون مسؤولة. كانت مسؤولة عن أشياء فظيعة. وأعتقد أنك تسأليني عن العقوب، كنت أتوقع أن تسأليني عن العقوبات. ووزارة الخارجية وزارة الخزانة أعلنت عن عقوبات قوية على روسيا اليوم. دعيني أذكرك بأن العقوبات مستمرة وقائمة، ولأن العقوبات فرضت في 15 مارس لا يعني أن هنالك أنه سيكون هناك عقوبات إضافية في الأيام القادمة والأسابيع القادمة والأشهر القادمة. هذه ستأتي على شكل حزم وستستمر. هنالك تقارير من مصادر عدة من البيت الأبيض تشير إلى غضب وزير الرئيس بشأن تصريحات وزير الخارجية على متن الطائرة. لا علم لدي، وإذا كان الأمر كذلك أحيلك إلى البيت الأبيض وتطرحين الأسئلة فيما إذا كان الرئيس قد غضب إزاء تصريحات وزير الخارجية، لكننا صارمون تجاه مسؤولية روسيا. أنت تحدثت عن عقوبات منتصف شهر مارس. الحديث عن تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات الروسية هذا 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 هراء. طبعا نحن نعرف أن العقوبات تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي ثمارها، ونحن ولأشهر قمنا بفرض عقوبات وكشفنا عنها عندما كان الوقت مواتيا. طبعا إذن أنتم لا تحاولون العودة إلى موضوع التدخل في روسيا من خلال التدخل في الانتخابات. طبعا هم يختلقون أكاذيب، وأعتقد أن هذه واحدة منها. سعيد أنت لاحقا. هنالك من يوحي بأنه بسبب تصريحات السيد تيلرسون يوم الاثنين والتي تبعتها أن أحدهما سببا في الآخر. ما الذي كان وراء إقالة المسؤول في الخارجية؟ طبعا الرئيس تحدث عن اختلاف وجهات النظر بشأن قضايا عدة، وأي مرشح رفيع المستوى أو متدني المستوى نحن نخدم لخدمة الرئيس. نحن موجودون هنا لخدمة الرئيس. ووزير الخارجية قال أنه سيبقى وزير الخارجية إلى أن يعتقد الرئيس بأنه لم يعد له حاجة. إذن أعتقد أن الرئيس ووزير الخارجية كانا واضحان بشأن ذلك. هنالك تصريح صدر عن البيت الأبيض يتحدث عن مشاريع في غزة و كيف سيتم تنفيذ هذه المشاريع في ظل غياب. أعتقد أن هذه خطوة جيدة جدا. أولا حقيقة أن عدد كبير جدا من الدول اجتمعت معا لتتحدث عن الوضع الكارثي الإنساني في غزة أمر رائع جدا، وجاءوا إلى الولايات المتحدة ليلتقوا ويناقشوا هذا الموضوع. الأسرة الدولية تدرك بشكل كامل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. نرى ناسا لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب ولا على كهرباء، وأثر ذلك على حياتهم، ومستشفيات لم تتمكن من العمل بشكل كامل، وهنالك أشخاص اضطروا لمغادرة غزة للحصول على العلاج والرعاية الصحية. طبعا نحن قلقون جدا بشأن ما يحدث في غزة، وخلال العام الماضي تحدثنا عن عدد من المبارات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك وزارة الخارجية بشأن المساعدة في توفير المياه الصالحة للشكر وتوفير الشرب والطاقة والكهرباء. ولكن عندما تلتئم دول معا لمساعدة الشعب الغزي فهذا أمر محمود. ورأيتم أن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية كان في طريقه إلى غزة لافتتاح محطة تنقية، وخلال رحلته تعرض موكبه لعبوة ناسفة على الطريق، لكنه استمر وحضر ذلك الاجتماع مدركا أهمية ما يحدث. ولذلك حقيقة أن يجتمع هذا العدد من الدول، وإذا كان لدينا مزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المشاريع فسأوافيك بها. سأحصل على هذه المعلومات من جنسن غرينبلاك. لم يتحدث أحد عن الحصار المفروض على غزة.
اليوم هو الذكرى 12 للحصار. أليس من المستغرب ألا يتحدث أحد عن الحصار وأهمية رفعه؟ أعتقد أنهم أن تركيزهم كان حشد الدعم لمساعدة الناس في غزة. تركيا تفرض حصارا على مدينة عفرين وتقصفها بشكل عشوائي وهناك شح في المواد الغذائية، فما تعليقكم على الوضع؟ نعم، نحن اطلعنا على التقارير بأن تركيا حاصرت تلك المنطقة ولا نستطيع أن نؤكد دقة وصدقية هذه التقارير. نحن لسنا مشاركون في حركة القوات داخل أو خارج تلك المنطقة لأننا لسنا متواجدون هناك، ولكن أثناء حدوث ذلك نعرف أن هذا يحيد الأنظار عن تركيزنا والمتمثل في هزيمة تنظيم الدولة. هل بقي موقفكم أن حظر أو وقف إطلاق النار يشمل كامل التراب السوري؟ نعم، هذا موقفنا ولم يتغير. لنبقى في موضوع تركيا قبل الانتقال إلى موضوع آخر. للأسف لم أستطع أن أرى أي من معالم إسطنبول رغم أنني كنت فيها وكان الجو دافئا. أنا لم يكن مقعدي على النافذة وبالتالي اضطررت قرأت بعض الصحف التركية أثناء وجودي هناك. تناولت فنجان قهوة تركية على متن الطائرة ولكنه لم يكن قويا بقوة القهوة التركية. كان هنالك يومان من الاجتماعات هنا بين مسؤولين أتراك وأمريكيون، وأمس أعتقد أن وزير الخارجية التركي ذكر بأن الولايات المتحدة وتركيا اتفقا بشأن موضوع منبج وأن وحدات حماية الشعب واي بي جي سيتركون المدينة. هل هذا ليس هذا فهمنا؟ أو طبعا هناك تواصل مع مسؤولين أتراك في الوقت الحالي وعقدنا اجتماعات على مدى يومين مع مسؤولين رسميين ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن هذا الموضوع ولن أتحدث. باستر برانسون قبل عدة أيام وهو النائب العام طلب عفوا إصدار حكم بالسجن المؤبد على برانسون وكذلك على موظف القنصلية وطلب إطلاق سراحه رفض. حمزة أوتشاي طلب إطلاق سراحه رفضته السلطات أو قاض تركي. ما هو تعليقكم على ذلك؟ ما أقوله أننا ملمون بالتقرير الخاص بباستن برانسون ونتابع حالته بشكل وثيق على مدى السنوات الماضية، ولم يتم إصدار حكم بحقه ولم يتم ولن أستبق الأحداث. عودا إلى كوريا الشمالية، المشكلة أن لم يصدر أي رد فعل من كيم جون أون بشأن القمة أو المباحثات. هل هنالك احتمالية لتعليق أو تأجيل تلك القمة؟ هنالك مقالة نشرتها نيويورك تايمز تناولت الحديث عن تأجيل. أعتقد أن هذا أمر افتراضي، نحن ماضون قدما ونخطط بكل نية حسنة. علي أن أتوقف، شكرا لكم.